وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكيتك اللي عم نقدم لكم إياها من الفلاكشيب ستور لأرنج اللي موجود بعبدون. وأول خبر معنا لليوم هو عن اللوح اللمسي الكتابي الذكي اللي عم بتقدم لنا يا جوجل لهاي السنة اللي هو جامبورد. جامبورد أعلنت عنه شركة جوجل، من المتوقع أنه ينزل على الأسواق بسعر $4,999، ومن المتوقع أن يكون في عليه رسوم سنوية ممكن توصل ل $600 بسبب الاشتراك بالسيرفس هاب. الجامبورد من المتوقع أنه يجي بشاشة 55 بوصة، رح يكون ممتاز للأعمال والاجتماعات. واحد من الأشياء المهمة اللي بتميزه أنه رح يكون هذا الجهاز ممتاز للأشخاص اللي عندهم اجتماعات، ولكن ما رح يكونوا دائما متوفرين داخل المكاتب. ومنروح لنحكي عن السامسونج جالكسي تاب اس 3، من المتوقع انه ينزل بالولايات المتحده بسعر $600، وحسب ما بتقول الشائعات انه ابتداء من 24 من شهر 3 رح يبدا تسليم الاجهزه اللي انطلبت على الموقع الرسمي. ومنروح لنحكي عن كاميرا السامسونج جير 360. نزلت هاي الكاميرا السنة الماضية، ولكن من المتوقع انه يعيدوا اصدارها هاي السنة بجودة كتير اعلى، وبرضه لغاية هاي اللحظة ما وصلت من التسريبات المعلومات الكافية، الا انه بنعرف انه هذا الجهاز رح يكون حجمه كتير صغير ورح يكون عرضه بحدود 45 مليمتر. نحكي عن كفر اسمه اي، هذا الكفر لهواتف الايفون 7 تم تصميمها خصيصا، ولكن اللي بيميزها انه هو عباره عن هاتف اندرويد، كل معنى الكلمه، رح يصفي عندنا موبايلين مدموجين بموبايل واحد. قدمت شركه كيك ستارتر هذا الكفر لهواتف الايفون 7 على موقعها الالكتروني، من المتوقع انه يجي بشاشه 5 بوصه، بالاضافه للعمل على نظام الاندرويد نوكات، بالاضافه للميزات العديده الاخرى. وغير هيك واحده من مميزات هذا الكفر هي امكانيه الشحن اللاسلكي بتقنيه الكيو اي، بالاضافه لمكان لشريحه المايكرو اس دي. برضه هذا الهاتف حاليا عم بينعرض بسعر $69 للطلبات المبكره، ورح ينزل على الاسواق بسعر $189. اطلقت شركه تاج هوير للساعات السويسريه اول ساعه ذكيه لإلها بسعر $1,800 من سنتين، وقررت الشركه انه تعيد اطلاق ساعه جديده لإلها، ورح تكون التاج هوير كونكتد موديولر 45 بسبب الطلب المتزايد عليها. تعتبر هاي الساعه ثاني انتاج للشركه بنظام الاندرويد بالاشتراك مع كل من جوجل وانتل، من المتوقع انه يكون سعرها المبدئي بحدود $1,650. رح تيجي ساعه تاج هوير كونكتد موديولر 45 اللون الأسود والفضي، ورح تيجي بشاشة أموليد 1.39، وبرضه من المتوقع أنه يجي عليها طبقة من الزجاج والكريستال بسمك 2.5 مليمتر. وبنحكي عن جوجل اللي عم بتقدم تقنية جديدة ومميزة بلوحة المفاتيح كيبورد، فخلال الكتابة رح نقدر أنه نترجم الإشي اللي عم نكتبه مباشرة لأي لغة إحنا بدنا إياها. بنروح لعالم التطبيقات وتحديدا يوتيوب. وفقا لموقع اندرويد بوليس، يوتيوب عم بتجرب حاليا العديد من الرموز المختلفه لتحميل الفيديوهات على يوتيوب، ولكن فقط على اجهزه الاندرويد. ومنروح لعالم الالعاب وتحديدا شركه بانداي نامكو، اللي استعرضت الاشياء الجديده رح تكون موجوده بلعبه تكن 7، فمنها رح يكون اسلوب لعب جديد، بالاضافه ل 50 لبسه جديده اضافوهم للشخصيات، والاهم من هذا كله انه رح يكون في شخصيتين جداد مش من اللعبه. منضل بعالم الالعاب، مننتقل لنحكي عن شركه سوني اللي عم بتشاركنا بعرض لعبه جديد للعبه الخيال الواقعي ليف ذا نست. هاي اللعبه صارت متوفره على البلاي ستيشن في ار، وهاي اللعبه رح تحطكم على مسار لا نهائي لتجميع النقاط وتجاوز العقبات، ورح تكون مشابهه لنظام فلابي بيرد.